نفتح مع بعض الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال اركبوا أي اركبوا في السفينة، وهذا أسلوب أمر للنصح والإرشاد. فيها أي في السفينة، بسم الله أي بإرادة الله سبحانه وتعالى، مجريها أي سيرها في الماء، وعكسها وقوفها على الشط، مرساها وقوفها على الشط، وهو تضاد يقوي المعنى ويوضحه. إن أسلوب مؤكد بإن، ربي لغفور رحيم أي واسع المغفرة. وهي تجري، هي أي السفينة تجري أي تسير بهم وعكسها تتوقف، في موج كالجبال، تشبيه للموج في علوه وارتفاعه وقوته بالجبال. ونادى سيدنا نوح على ابنه وكان في معزل أي مكان بعيد منعزل وعكسها مجتمع معاه. يا بني أسلوب نداء، اركب معنا أسلوب أمر النصح الإرشاد. ولا تكن مع الكافرين أسلوب نهي، أسلوب نهي. يا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. قال سآوي إلى جبل يعصمني، يعصمني يعني يحميني وعكسها يهلكني من الماء، جمعها المياه. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما أي فرق بينهما الموج فكان من المغرقين يعني الهالكين وعكسها الناجين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي. قيل أي قال الله سبحانه وتعالى للأرض يا أرض بلعي ماءك. بلعي أي ابتلعت الأرض الماء وعكسها أخرجي ماءك. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ابلعي عكسها أخرجي الماء. ويا سماء طبعا يا سماء سماوات. أقلعي أي لا تمطري، توقفي عن الإمطار وعكسها استمري. وغيض الماء يعني ابتلعت الأرض الماء، ماء جمعها مياه. واستوت على الجودي وقضي الأمر. قضي الأمر أي انتهى الأمر بهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين. واستوت على الجودي أي رست السفينة على جبل الجودي. هذا الجبل موجود في العراق. وقيل بعدا أي قال الله سبحانه وتعالى للقوم الظالمين. وقيل بعدا أي هلاكا وعكسها نجاة، وللقوم جمعها أقوام الظالمين عكسها العادلين، ومعنى الظالمين المقسطين. طيب مواطن الجمال. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي. تشبيه للأرض والسماء بإنسان ينادى وفيه تشخيص، أي أن الله سبحانه وتعالى شبه الأرض بإنسان ينادى عليه، وكذلك السماء بإنسان ينادى عليه وفيه تشخيص. وقيل بعدا للقوم الظالمين. طبعا السماء والأرض تضاد يقوي المعنى ويوضحه. طيب قضي الأمر أي انتهى الأمر بهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين. استوت رست واستقرت. والجودي اسم جبل. وقيل بعدا هلاكا وعكسها قربا ونجاة. وقوم جمعها أقوام. والظالمين الذين ظلموا أنفسهم، والمضاد العادلين. نفتح الصوت ونستقبل. نفتح الصوت. مستر مش حضرتك ينفصل بعد إذنك؟ اتفضل يا ياسين. نعم اتفضل يا ياسين. اقرأ الآيات يا ياسين. أول آية ياسين اقرأها. اتفضل يا ياسين اقرأ أول آية. أنا أنزل؟ اتفضل يا ياسين.
وقالوا اركبوا فيها بسم وقال الله. وقال اركبوا فيها، هنقرأ مرة واحدة فقط، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها مجريها مجريها ومرساها، مجريها ومرساها. ربي لغفور رحيم. إن ربي لغفور رحيم. جزاكم خيرا يا ياسين. طيب باسل، اتفضل يا باسل اقرأ تاني آية. صبعنا على الكلمة في الكتاب، اللي يشارك معايا يكون معاك كتاب وقلم وكراسة بحيث نسجل مع بعض. ياسين عمرو اتفضل. وهي تجري بهم في موج كالجبال، بهم في موج موج كالجبال، نادى نوح على ابنه. لا مفيش على، ونادى نوح ابنه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. تمام ممتاز. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. جزاكم خير يا ياسين يا عمرو، ممتاز، بارك الله فيك، بركة. عايزك تسمعها تاني. أحمد عادل جمال الدين تفضل. أيوة أستاذ. قال سآوي تفضل. قال سآوي إلى جبل عثمان. إلى جبل، مش عندك تنوين؟ اعربها يلا. أيوة. جبل تعرب إيه؟ جبل تعرب إيه؟ اسم مجرور بإلى وعلامة جره كسر. طيب يبقى لازم نقول الكسرة. إلى جبل يعصمني. تفضل تفضل ممتاز. إلى جبل يعصمني من الماء. تمام. قال لا عاصم اليوم اليوم من أمر الله إلا من الرحمة إلا من رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طيب ممكن تعرب لي المغرقين يا أحمد؟ المغرقين. باسل فين باسل؟ أنا عارف. أنا ماشي الكتاب معايا خارجي ده بلا. طيب حد يشارك؟ حد يشارك؟ اتفضل يا أحمد، مستنيك يا أحمد. اسم مجرور. تمام كمل الإعراب. اسم مجرور بمن وعلامة جر الكسرة. لا لا لا، علامة جر الياء. مش هذا دوت المغرقين جمع مذكر سالم، يبقى خد نفسنا خمسة الترم الأولاني إن هو يجرب الياء، يبقى اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب مين يشارك معنا في الآية الأخيرة؟ أنا. تفضل اسمك؟ إبراهيم مصطفى. يلا يا أستاذ إبراهيم تفضل. وقيل يا أرض ابلعي ما ماءك ويا سماء ابلعي. تمام. وغيض الماء وغيض الماء وقضي الأمر. تمام. واستوت على الجودي. اسم جبل الجودي. ايه استوت على الجودي. تمام. وقيل بعدا للقوم الظالمين. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. طيب احنا يعني الواجب عندنا ان احنا نحفظ الايات ونحفظ المعاني ومواطن الجمال. طيب احنا هننتقل بقى الى النحو، لان يعني النحو عندنا اول درس طويل. اتفضل يا حبيبي اسمك. كنز محمد جمال. اتفضل. هو دلوقتي هو ميعاد الحصه بتاعه العربي في الزوم، هيبقى كل حضرتك النهارده هيتبلغ قبليها بيوم على الميعاد والساعه كام، والساعه 9 يبقى 9 بالظبط، 9 و5 بنلغي الاشتراك. طيب حد عنده سؤال في الدرس ولا ننتقل للنحو؟ مستر اتفضل. جاين. هو انا احفظ من الكتاب بتاع المدرسه ولا من كتاب المدرسه فقط؟ الاثنين زي بعض بالظبط، بس يفضل من كتاب المدرسه. ماشي اوكي جاين. جزاك الله خيرا. طيب ننتقل يا ياسين الى الدرس النحو، نفتح مع بعض كتاب المدرسه. نفتح مع بعض كتاب المدرسه. مستر انا معايا كتاب الاضواء مش كتاب المدرسه. تمام تمام. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
مع مراجعة سريعة على ما تم شرحه في العام الماضي على قواعد النحو. مراجعة نحوية. هذا الجدول فيه كل دروس الترم الأول، يعني عندك ياسين محمد، المثنى، المفرد، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير. المفرد ياسين محمد يرفع ب الضمة. يرفع علامة رفعه الضمة. الولد مؤدب، الولد هيبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مؤدب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الولد مفرد ومؤدب مفرد، يبقى عند الرفع يرفع بالضمة. طيب عند النصب إذا كان مفعول به ينصب علامة نصبه الفتحة فينصب بالفتحة، يبقى ضرب فعل ماض والولد فاعل مرفوع بالضمة والجرس مفعول به منصوب بالفتحة. طيب إذا كان مجرور يبقى ذهب أحمد إلى الحقل، يبقى يجرب الكسرة وعلامة جره القسر الكسرة. المثنى يرفع بالألف، معايا رقية؟ يرفع وعلامة رفعه الألف. المؤمنان يبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف. مؤدبان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف. طيب في حالة النصب شاهدت الرجلين، الرجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، معايا أحمد؟ طيب عند الجر يجر وعلامة جره الياء لأنه مثنى، سلمت على الرجلين. عند جمع المذكر السالم يرفع وعلامة رفعه الواو. المؤمنون مؤدبون، يبقى المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وكذلك الخبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. وينصب علامة نصبه الياء، عند جمع المذكر السالم ينصب علامة نصبه الياء. شاهدت المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. ذهبت إلى المهندسين، يبقى جمع مذكر سالم وعند الجر يجر بالياء، يبقى اسم مجرور وعلامة جره الياء. عند جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، مثله مثل المفرد وجمع التكسير. المؤمنات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومؤدبات مرفوع خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب في بعض الأولاد بيشخبطوا على الشاشة، طبعا هو هعمل سكرين شوت الآن وهعرف مين اللي عامل كده، وفي عقاب لي إن شاء الله إذا على. طيب الجمع المؤنث السالم عند النصب ينصب بالكسرة، إذا شاهدت المؤمنات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، وسلمت على الأمهات، يبقى جمع مؤنث سالم يجر وعلامة جره الكسرة. جمع التكسير مثله مثل المفرد، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة وعند الجر يجر بالكسرة. طيب المفعول المطلق، المفعول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل. يعني يا شباب لو نقول قرأت قراءة، الفعل والاسم مشابهين لبعض. قرأت قراءة، نمت نوما، فهمت فهما، سمعت سمعا. طيب عندي نوعين من المفعول المطلق. النوع الأول المؤكد للفعل، وهو يأتي كلمة واحدة، قرأت قراءة، نمت نوما. طيب النوع الثاني المبين للنوع، وهو قرأت قراءة جيدة، نمت نوما كثيرا. يبقى هنا مفعول مطلق منصوب بالفتحة، وبين قوسين كده نوعه مبين للنوع. طيب ننتقل إلى طيب عمر خالد جمعة، عايزين نستخرج، معايا يا عمر؟ أيوة يا مستر. طيب اتفضل حضرتك. أحب أمي حبا، فين المفعول المطلق؟ حبا. حبا، بارك الله فيك. نوعه مؤكد ولا مبين؟ مؤكد. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا على المشاركة، جزاكم الله خيرا. طيب أشكر الله شكرا كثيرا، مين معايا يشترك؟ ممكن أحنا أنا يا مستر عمر. عمر يوسف. ممكن حالي يا مستر عمر. أنا. طيب أشكر الله شكرا كثيرا، فين المفعول المطلق؟ شكرا. بارك الله فيك. طب نوعه مبين ولا مؤكد؟ عشان فيه كثيرا. الله مبين. أكبر عليك، يبقى دوت مبين لأن فيه كثيرا، جزاكم الله خيرا. طيب عمر يوسف، لجين، 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 أعبد ربي عبادة خالصة، فين المفعول المطلق؟
عبادة. بارك الله فيك يا عبادة. طب نوع وبين قوسين هنكتب ايه؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الفتحة، وبين قوسين هنكتب مؤكد ولا مبين؟ مبين. بارك الله فيك، جزاكم الله خير يا جين. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المفعول لأجله، وهو يذكر لبيان سبب حدوث الفعل، ودائما بيجيب قبل الفعل لماذا، يعني أصلي أو لماذا أصلي طاعة حبا لله سبحانه وتعالى، أطيع أمي لماذا طاعة لله سبحانه وتعالى، يبقى أطيع أمي حبا في الثواب رغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى. طيب الأمثلة، أذاكر دروسي رغبة، يبقى رغبة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لو إحنا وضعنا قبل أذاكر الفعل لماذا، لماذا أذاكر دروسي، يبقى رغبة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يذهب التلميذ إلى المدرسة طلبا، لماذا يذهب التلميذ إلى المدرسة، طلبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب المضاف إليه، طبعا الدرس ده هنشرحه في الفصل أكتر من مرة بحيث أنه كان يعني ما خدناهوش العام الماضي. طيب سريعا كده، المضاف إليه هو اسم، ما يجيش عندي فعل أقول مضاف إليه، هو عبارة عن اسم يكون مجرور يبين اسم قبله. طيب قرأت كتاب، كلمة كتاب مبهمة غير معروفة. طيب قرأت كتاب، كتاب إيه؟ كتاب الأيام، يبقى كلمة كتاب ناقصة في المعنى. هو كتاب إيه؟ فيك كتاب اللغة، كتاب الحساب، كتاب اللغة، يبقى كتاب الأيام مضاف إليه ويكون مجرورا، ويكون مجرورا، وهو يجر بالكسرة أو بالياء، يجر بالكسرة إذا كان مفردا ويجر بالياء لو كان مثنى أو جمعا. طيب الأيام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هناك حالات ثابتة للمضاف إليه. مستر اتفضل. اتفضل. هو المفعول لأجلي كله منصوب بالكسرة؟ هو المفعول لأجلي منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما فيش حاجة غير منصوب وعلامة نصبه الفتحة بس. يبقى المفعول لأجلي والمفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه بيأتي مفرد. تمام، جزاكم الله خيرا. طيب عندنا بعض الظرف، سواء ظرف المكان أو الزمان، بس ما يكونش منون، يعني الظرف اللي مش منون، يعني ما ينفعش صباحا اقول بعديها مضاف اليه، ما ينفعش مساء اقول بعديها مضاف اليه، يبقى الظرف غير المنون. الظرف زي فوق، عند، صباح الجمعه، يبقى العصفور فوق الشجره فوق ظرف مكان، والشجره مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره. طيب هناك بعض الكلمات زي كل وبعض وجميع وكلا وكلتا وغير وسوى واحد واحدى، هذه الكلمات تاتي بعدها مباشره مضاف اليه. قال الله سبحانه وتعالى إن بعض الظن إثم، بعض من الكلمات التي يأتي بعدها مباشرة مضاف إلي مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب تأتي المضاف إليه يأتي مع الاسم، يأتي مع الاسم، يبقى الضمير إذا اتصل به اسم يكون هذا الضمير، الضمير فقط، يعني اللون الأحمر فقط، الضمير فقط هو اللي مضاف إليه، الضمير فقط هو اللي مضاف إليه، أو الضمير هنا ضمير في محل جر مضاف إليه. حبوا المصريان وطنهما، طبعا الضمير هنا اللي باللون الأحمر هو ضمير متصل في الاسم، هنا ضمير في محل جر مضاف إليه. رفع ممكن يأتي في الجملة مضاف إليه اثنين، اثنين مضاف إليه، يعني رفع الجنود العلم فوق، فوق أرض، أرض هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة، أرض إيه سيناء برضو مضاف إليه، يبقى في اثنين مضاف إليه في القطعة، إيه المشكلة في الجملة، إيه اثنين مشكلة، يبقى ممكن يأتي اثنين مضاف إليه في القطعة، أرض مضاف يعني إليه، عادي مثل لو جيت اثنين مضاف إليه ورا بعض مش مشكلة عادي. خلاص طيب خش بقى على أول درس وهو أنواع الخبر. أول درس معانا وهو أنواع الخبر. هو ممكن سؤال؟ اتفضل. هو لما يقول لي مثلا كلمة مبتدأ بعدها يجيب لي بعدها كلمة هي اللي هتكملها تبقى مضاف إليه، طب نعرف منين هي الكلمة دي مضاف إليه ولا خبر؟ زي كده. حاضر، ده بقى اللي هنشرحه دلوقتي. حاضر، الصبر جميل، لو توكل على الله ونبدأ شرح. توكلنا على الله. تمام معايا كله؟ أنواع الخبر، أول درس معانا أنواع الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنواع الخبر. أنواع الخبر أنا عندي المبتدأ، لو هقول مثلا الشمس مشرقة، الشمس مبتدأ. طيب أنا هشتغل السنة دي على أنواع الخبر، يبقى المبتدأ ماليش دعوة بيه عمر خالص، ده أنا مش شغال عليه هذا الترم، أنا شغال على أنواع الخبر. أنواع الخبر، أول نوع المفرد، جملة شبه جملة، مفرد جملة شبه جملة. ناخد الأول المفرد، الخبر المفرد، يبقى المبتدأ مش هنركز معاه، هنركز مع الخبر فقط، وهنشوف أول نوع من أنواع الخبر. طيب أنواع الخبر، أول نوع الخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، يعني ما يكونش من الجملة ولا شبه جملة، يعني ما يكونش جملة اسمية ولا جملة فعلية ولا شبه جملة. هنعرف النوعين دول يكونوا كلمة واحدة، يبقى الخبر المفرد اسم مش فعل، كلمة واحدة، اسم مش فعل وكلمة واحدة. هقول تاني معايا ياسين، يبقى الخبر المفرد عبارة عن اسم مش فعل وكلمة واحدة. هسألك تاني في كلمة كلمة واحدة، لأن هنركز جدا على كلمة كلمة واحدة، يبقى أنا عندي ثلاث حاجات أساسيين، ثلاث شروط يا ياسين للخبر المفرد. أول شرط معايا ها، اسم ليس جملة ولا شبه جملة، لا قول اللي أنا هقوله بس، قول اللي أنا هقوله بس، اسم ليس جملة ولا شبه جملة، اسم مش فعل وليس فعل، كلمة واحدة، ثلاث كلمات هقولهم، اسم مش فعل وكلمة واحدة، اسم مش فعل وكلمة واحدة، وكلمة واحدة. طيب نمسك أول مثال كده، أول مثال، أول مثال، الصلاة فرض. الصلاة مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، وهنركنها على جنب بالشغلنا السنة دي. طيب أفرض، اسم فعلا فرض، اسم مش فعل، أيوة مش فعل، لأن لو فعل هيبقى جملة فعلية، يبقى فرض، ده هنا اسم مش فعل، كلمة واحدة، فرض كلمة واحدة. طيب نخش على المثال الثاني. طيب العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، نركنه على جنب. هنخش على الخبر، كلمة ورثة هي الخبر. طب ازاي يا مستر، ده ما هم كلمتين اهم، اقول لك ده المضاف اليه، المضاف اليه ما ركزش معاه، انا عندي الخبر العلماء، ما لهم العلماء ورثة، يبقى ورثة هي الخبر. معايا هنا طارق، الخبر كلمة ورثة فقط، ورثة فقط، يبقى العلماء ورثة الأنبياء، الخبر فين؟ ورثته، يبقى الخبر أول حاجة اسم، أيوة كلمة ورثة اسم عشان آخرته مربوطة. طيب رقم اتنين عبارة مش فعل، ورثة مش فعل، ده فيها ته مربوطة. طيب كلمة واحدة، أنا كان قصدي هنا يا مستر اتفضل يا. لا أنت حضرتك اللي بتقوله ده المثال الثالث، اصبر اصبر وما صبرك إلا بالله. يبقى ورثة اسم، كلمة واحدة اسم وليس فعلا. طيب جاي معاه مضاف إليه، لا ما يشكلكش أي مشكلة، المضاف إليه ما يتحسبش معانا، هو المضاف إليه أصلا بيكمل المعنى، أضيف للكلمة كلمة أخرى لأفهم المعنى. هو ورثت إيه؟ الأنبياء، يبقى الأنبياء مضاف إليه، وهنا ما تأثرش معايا في الإعراب في الخبر، يبقى الخبر هنا كلمة ورثة فقط هي الخبر. يبقى العلماء مالهم العلماء؟ ورثة، يبقى ورثة خبر. نوعه إيه؟ أكتب بين قوسين كده مفرد، مفرد يعني كلمة واحدة. طيب المثال بقى اللي حضرتك بتقول عليه، فناء المدرسة واسع، هنا المبتدأ فناء، طب والخبر واسع، معايا سما؟ يبقى فناء المدرسة واسع، واسع هنا هي الخبر. طب هنا يا مستر ما في المدرسة، هي مش المدرسة هنا الخبر، معايا ياسين؟ ضف ليه عشان هي ما، الله أكبر عليك ما شاء الله تبارك الله، يبقى هنا المدرسة هنا مضاف إليه، يبقى فناء، ماله الفناء؟ واسع. أمال المدرسة؟ الخبر عندنا في ابتدائي ما بقاش في ألف ولام، الخبر في المرحلة زي مستر ابتدائي. زي مستر مضاف إليه. طيب فناء، فناء إيه؟ أنا فناء، ما عندك فناء الحديقة، فناء الشارع، فناء المسجد، فناء المدرسة، أنا فناء ما فهمتش منها حاجة، فناء المدرسة، يبقى أضفت إلى كلمة فناء المدرسة لتتمم المعنى، يبقى فناء المدرسة، يبقى المدرسة هنا مضاف إليه، أنا مش مش عايز المضاف إليه، أنا بتكلم على المبتدأ فناء، ماله الفناء؟ واسع، يبقى واسع خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة، بين قوسين هكتب نوعه مفرد، يعني مفرد اسم مش فعل كلمة واحدة، اسم مش فعل كلمة واحدة. أسمع كل اللي معايا، يلا كل معايا، الخبر المفرد اسم مش فعل كلمة واحدة، كلمة واحدة. بارك الله فيكم عبد الرحمن، آخر مرة يا باسل، اسم مش فعل كلمة واحدة، كلمة واحدة. تمام تمام. طيب طيب نخش بقى على المثال الثاني، المثال الثاني، المعلمون خلاص متميزون أو محترمون، المعلمون مبتدأ مرفوع بالواو،
مبتدا مرفوع وعلامه رفع الواو. طب نركن المبتدا على جنب، نيجي بقى على الخبر. الخبر محترم. هلا مستر. ايه ده يا مستر؟ ده خبر مفرد. ازاي مفرد يا مستر وهو جاي جامع؟ لا ما حضرتك انا قلت تاني، لجين معايا اسم مش فعل وليس فعل، كلمه واحده. محترمون كلمه واحده بس يا مستر، ده جمع يا فندم، نوعها مفرد. مفرد يعني كلمه واحده. حتى لو جت يا مستر مثنى ايه المشكله؟ حتى لو جت جمع مذكر ايه المشكله؟ حتى لو جت جمع مؤنث ايه المشكله؟ يبقى هي كلمه واحده، كلمه واحده. الكلمه دي جت مثنى، جت مفرد. اتفضل. جت مفرد، جت مثنى، جت جمع، هي كلمه واحده. يبقى عندي الخبر المفرد، هنركز على الكلام ده كتير عشان كده قلت لحضراتكم نقوله مرتين ثلاثة. اسم مش فعل، كلمة واحدة. طب يا مستر ده ازاي خبر مفرد محترمون؟ ما انا بقول يا فندم كلمة واحدة. جد مثنى برضو هي مفرد، جد جمع هي نوعها مفرد، جد جمع مؤنث سالم برضو هي مفرد. معايا ياسين؟ معاك محمد. مركز معايا؟ ايوه. هي كلمة واحدة. الكلمة دي جد مفرد، اهلا وسهلا، زي فرض وزي ورثه وزي واسع. طب جد مثنى زي مجتهدان، والله هي برضو مفرد. طب جد جمع مؤنث سالم زي مجتهدات، برضو مفرد. جد مفرد كده يا شباب معايا. يبقى محترمون خبر مفرد، خبر مفرد مرفوع وعلامه رفع الواو. الطالبان مجتهدان خبر مفرد مرفوع وعلامه رفع الالف. طيب الطالبات مجتهدات. يا ياسين سيب الكاميرا وركز معايا. ياسين انا هسالك اكتر من مره، ياسين ركز معايا، سيب الكاميرا دلوقتي، لو تقفل الكاميرا افضل. الطالبات مجتهدات، يبقى مجتهدات خبر مفرد. ازاي يا مستر وهو جمع مؤنث سالم؟ احنا قلنا كلمه واحده، كلمه واحده يا دام هي كلمه واحده، مجتهدات كلمه واحده، يبقى ده خبر مفرد. تمام كده يا شباب؟ تمام يا شباب. هننتقل على الجمله. حد عنده سؤال في المفرد؟ انا. اتفضل مستر، ينفع تسال؟ اتفضل. اسمك وتفضل. المفرد بس. اتفضل. المفرد يبقى هو كلمه واحده، اسم مش فعل كلمه واحده، اسم مش فعل كلمه واحده. كلمه واحده بقى، سواء كانت جت مفرد، جت مثنى، جت جمع مؤنث، جت جمع مذكر، هي كلمه واحده. ادام هي كلمه واحده معايا يعني. طب لو جه معاها مضاف اليه، مضاف اليه ما يأثرش معايا. نعم يلا اتفضل. مستر ينفع انا اسال سؤال؟ انا باه. اتفضل. مستر، في فناء مدرسة واسع، مش مفروض يبقى فيه مبتدأ وخبر؟ المبتدأ هو فناء، المبتدأ فناء، والمدرسة مضاف إليه. مضاف إليه، سيبك من مضاف إليه دلوقتي، هو بيكمل المعنى لكن ما أثرش معايا في إعراب المبتدأ والخبر. يبقى الفناء، نعتبر الفناء واسع، الفناء واسع، الفناء واسع، مبتدأ وخبر. تمام؟ تمام، تمام. تمام، طيب هننتقل بعد ذلك إلى الخبر الجملة. معايا؟ كله معايا؟ بسم الله. طيب. الخبر الجملة. طب الجملة عندي نوعين، خدنا في ابتدائي الخبر الجملة نوعين، خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية. خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية. معايا سارة؟ طيب نمسك الأول الخبر الجملة الاسمية. يعني ايه خبر جملة اسمية؟ يعني في مبتدأ، في مبتدأ في الأول، ولكن بعد ذلك في كلمتين، مش كلمة واحدة. الخبر المفرد كان كلمة واحدة، لا هنا بقى كلمتين. يعني ايه الكلام ده؟ نمسك الأمثلة الأول. الرياضة، الرياضة، أحمد معايا يا أحمد؟ الرياضة ده المبتدأ المرفوع وعلامة رفع الضمة، نركنه على جنب. فوائدها كثيرة. لو أنا قلت الرياضة، فين الخبر بتاعها؟ فوائدها، الرياضة فوائدها؟ لا، الكلام ناقص، الخبر هنا ناقص. طيب كثيرة. كثيرة لو قلنا، يعني ينفع يا أحمد ياسين أقول الرياضة كثيرة؟ مش جاية. يعني المثال اللي بعده الله واسعة، ينفع؟ أستغفر الله، مينفعش الله واسعة. هنا ده مش الخبر، ده مش اللي كمل لي المعنى. إما إيه الخبر؟ الكلمتين مع بعض. يبقى الخبر معايا ياسين، الكلمتين مع بعض هم الخبر. يبقى المبتدأ الرياضة محتاج لكلمتين، محتاج لكلمتين. عشان كده قلنا في المبتدأ المفرد الخبر المفرد كلمة واحدة. اللي ايوه الله اكبر عليك، بقى اللي كمل المعنى كلمتين مش كلمه واحده. اللي كمل المعنى كلمتين مش كلمه واحده، ده عكس مين؟ المفرد. عكس المفرد. الله اكبر عليكم يا باسل، عكس مين؟ المفرد. المفرد فاكرين المفرد لما غنينا وقلنا اسم مش فعل كلمه واحده؟ فاكرين؟ ايوه. الجمله الاسميه لا كلمتين بقى، الجمله الاسميه كلمتين، وهتلاقي في النص في ضمير، هتلاقي في النص في ضمير.
أقول الرياضة فوائدها كثيرة. ضمير يعود على مبتدأ. رحمته واسعة. الله. أنا مش فاهم الجزء ده. يبقى الله. ضمير يعود إلى مبتدأ. معايا ياسين عمرو اقفل الشاشة الكاميرا وركز معايا. يبقى الله مبتدأ ورحمته واسعة على بعضيها كده كل البوكس ده كله هو الخبر. معايا ياسين. يبقى المبتدا الكلمتين دول خبر الاثنين على بعضيهم. طب ازاي يا مستر بقى واحده واحده؟ سيبك من المبتدا كلمه الله والرياضه نخليهم على جنب دلوقتي. نيجي بقى على الخبر اللي هو فوائدها كثيره. فوائد لغايه الدال هنعربه ايه بقى؟ مش ده اسم وجه في اول الخبر؟ يبقى المبتدا هنقول عليه مبتدا، بس في مبتدا ومبتدا في الاول، يبقى ده مبتدا رقم 2. يبقى نقول مبتدا ثان، ده مبتدا ثان. فوائد مبتدا ثان، وكثيرة خبر ثاني، وهما الاثنين مع بعض خبر للرياضة. خبر أول. خبر أول. للرياضة. نقول كده بنقول بالأسماء. ممكن تاني يا مستر الحتة دي عشان. هقولها 10 مرات يا عمر معي. طيب الله. الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة هنا ومبتدأ. طيب. سيب المبتدأ دلوقتي نخش على الخبر. الخبر رحمته، ما ينفعش الله رحمته. الكلام مش 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 متظبط. طيب الله واسعة، ما ينفعش. أمال إيه الخبر؟ على رحمته واسعة على بعضيها هي الخبر. رحمته واسعة على بعضيها هي الخبر. يبقى رحمته. طب نعرف بقى رحمة لغاية التاء المربوطة دي كده لغاية هنا بالظبط كده، ده كده مبتدأ، بس مين مبتدأ في الأول؟ يبقى ده مبتدأ رقم 2. مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني واسعة خبر ثاني. واسعة في الامتحان هنقول عليها خبر ثاني، ونعمل بوكس كده ونقول رحمته واسعة كلها 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 خبر أول. جملة اسمية الله خبر أول مستر. طيب هتعرف ازاي؟ على طول يعني اكتب، مش الخبر الاول، اكتب الله. يبقى رحمته واسعة البوكس كله على بعضيه خبر جملة اسمية لله سبحانه وتعالى. تمام يا سارة معايا؟ مستر هي لها اعراب ولا لا؟ طيب اهو يا باشا الاعراب. لو صبر لو ماشي. صبرنا مع بعض. طيب يلا إيه انت معايا بقى مستر. مين هو انت اعرف ان الكلمتين دولت خبر لما الاثنين مع بعض يدوني الخبر على بعضيه، كملوا لي المعنى. يعني الله سبحانه وتعالى لفظ الجلاله ماله؟ الله سبحانه وتعالى رحمته بس؟ لا، واسعه بس؟ لا، الاثنين مع بعض. يبقى هنعمل بالقلم الرصاص كده بوكس كده على رحمته واسعه، ونقول الاثنين دول هم الخبر. نعمل دائره على رحمته واسعه وهي دي الخبر على بعض. الرياضه. طب نيجي للمثال. يلا لجين شريف معايا. بسم الله توكلي على الله. يلا الرياضه الطالب درجاته مرتفعة. يلا الطالب ها مبتدأ أول مرفوع وعلامة رفع الضمة. مبتدأ مرفوع ممتازة يا لجين. طيب فين الخبر؟ الطالب فين الخبر؟ مين اللي بيكمل المعنى؟ كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين. يبقى لو احنا قلنا كلمة يبقى ده المفرد اللي احنا كنا بنغنيه من شوية، لكن دلوقتي درجاته مرتفعة على بعضيها، هنعمل دايرة عليها وهي دي هم الاثنين دول الخبر. طب الاثنين دول جملة اسمية خبر. طيب احمد معايا، درجاته لوحديها اقول مبتدا ثاني مرفوع وعلامة رفع الضمة، والهاء مضاف اليه قلنا اي ضمير متصل بالاسم مضاف اليه. محمد معايا مرتفعة هتعرف ايه يا سين؟ خبر. خبر بس خبر لدرجات. يبقى خبر 2، يبقى عندي مبتدا 2 وخبر 2، او مبتدا ثاني وخبر ثاني. طيب خبر ثاني مرفوع وعلامة رفع الضمة، وأقول بقى لازم أقول الإضافة دي، أقول ودرجاته مرتفعة على بعضيها كده، درجاته مرتفعة كده، وفي القوس أقول خبر للطالب، خبر جملة اسمية للطالب، خبر جملة اسمية للطالب. اتفضل مين؟ يقول يا مستر. يقول مستر اسمك بعد كده أحمد هاني. أحمد هاني. قول يا أحمد. بقول لحضرتك يا مستر انا مش فاهم يعني ايه مبتدا اول ومبتدا ثاني وخبر اول وخبر ثاني. صلي على النبي عليه الصلاه. انا برضه عندنا الرياضه والله سبحانه وتعالى والطالب، دول كده مبتدا. تمام كده الرياضه معايا ده ايه؟ مبتدا، والله سبحانه وتعالى مبتدا، والطالب مبتدا. مش هو جه في الاول؟ يبقى مبتدا اول، جه في الاول. طيب فوائدها يعتبر دي كده جمله اسميه، دي كده جملة اسمية. جملة اسمية يعني مبتدأ تاني وخبر تاني. فهنقول الرياضة مبتدأ. فوائدها هقول فوائد بس مبتدأ، بس هنحط جنبها كلمة 2. وكثيرة خبر وهحط جنبها كلمة 2. وهما الاثنين مع بعض كده فوائدها كثيرة خبر للرياضة. تمام؟
طيب هنحل عليها في الفصل ان شاء الله تعالى يوم الخميس ان شاء الله تعالى لما نتقابل ان شاء الله تعالى. طيب ندخل بعد ذلك على النوع الثاني الجمله الفعليه. مش ممكن قبلها اول حاجه الجمله الفعليه يتكون الجمله الفعليه تتكون من فعل وفاعل. فعل وفاعل ايه ده؟ يعني المبتدا بعديه فعل وفاعل، مبتدا بعديه فعل وفاعل. مين بيقول معايا الجمله الفعليه؟ خبر جمله فعليه مبتدا بعديه فعل وفاعل، مبتدا بعديه فعل وفاعل. فعل وفاعل. طيب سواء الفعل ده ماضي او مضارع. طيب اقول المؤمن يقول الحق، المؤمن مبتدا لوحده سيبه على جنب مرفوع معطوف بالضمه، يقول الحق خبر جمله فعليه. ازاي يا مستر خبر جمله فعليه؟ اول حاجه هي مش كلمه واحده، هما كلمتين. لو كلمه مفرد ده كلمتين، يقول فعل يبقى خبر جمله فعليه. طيب الاسد مبتدا مرفوع معطوف بالضمه، فين الخبر؟ ياكل اللحوم، خبر يأكل جمله فعليه. تمام يا احمد معايا؟ الام تربي اولادها، خبر جمله فعليه. تربي ده فعل، فعل مش اسم، فعل مش اسم، كلمه واحده. لا ده كلمتين، تربي فين الكلمه الثانيه؟ هي الفاعل هنا مستتر تقديره هي. طيب الفلاح مبتدا مرفوع امر فوق الضمه، اركنه على جنب، فين الخبر؟ يزرع الارض، يزرع الارض، يبقى يزرع الارض خبر جمله فعليه. طيب الولد كتب الدرس، ده هنا بقى يا ساره ده هنا فعل ماضي، يبقى هنا كتب الدرس ممكن يجي ماضي او مضارع، ماضي او مضارع، يبقى كتب الدرس خبر جمله فعليه. الله يغفر الذنب، يبقى يغفر الذنب خبر جمله فعليه. خالد يذاكر دروسه، خبر جمله فعليه. يبقى كل تحتيه خط خبر جمله فعليه. طيب مستر ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. يعني انت هتجاوب، انت هتجاوب مش هتسال، انت هتجاوب مش هتسال. مين اللي بيسال السؤال؟ انا. انا كيمي إيه؟ محمد جمال. يلا اتفضل معايا قول. المؤمن ها مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه، اركنه على جنب بقى، فين اللي تمم المعنى؟ من المؤمن؟ يقول الحق. يقول معايا الحق. يبقى يقول الحق على بعضيها هي الخبر. طب يقول لوحديها 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 كده فعل مضارع. فعل. طب مين اللي بيقول؟ الفاعل مستتر. فعل. طيب وهما الاثنين يقول والفاعل هم خبر جمله فعليه والحق مفعولهم به. مستر ممكن اسال سؤال؟ اتفضل يا عمر. عمر يوسف. اتفضل يا عمر. هو مش المفروض الفاعل يبقى المؤمن لان المؤمن هو اللي يقول الحق؟ يبقى المؤمن أيوه. مبتدا تمام؟ هو دلوقتي الضمير بيبقى في الكلمة الضمير الإسلامة. خلي عندك ضمير بقى، يبقى الضمير هنا يقول مين اللي يقول؟ هو. مش هنقول المؤمن، هنقول هو ضمير، يبقى الضمير المستتر فاعل، والفعل والفاعل عملوا جملة فعلية، يبقى هما الاثنين لخبر للمؤمن بس نوع جملة فعلية. طيب مش فاهمة. مين اللي مش فاهم؟ مين؟ أنا. اسمك أنا. مش أنا، اسمك؟ ولا أنا بس. اسمك؟ ولا أنا يا مستر. اسمك؟ ولا أنا. ولا أنا يا مستر. مين؟ ولا أنا يا مستر. ولا أنا يا مستر. طيب مين يعني عمر؟ أه أنا مش فاهم. طب يلا يا عمر، اعرب الفلاح يا عمر. وأنا مش فاهم. قول يا عمر الفلاح. مبتدا. أنا كمان يا مستر مش فاهم. مرفوع علامة رفع الضمة، طب ممكن تشتغل معايا؟ يعني عمال تقول مش فاهم، طب ممكن تشتغل معايا؟ نشارك؟ ماشي. يبقى مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، فين الخبر؟ مين اللي الفلاح؟ ماله الفلاح؟ ها زرع بس، زرع الحقل. طب زرع الحقل دي لو احنا عملنا دايره عليها جمله اسميه ولا فعليه ولا كلمه واحده؟ فعليه. جمله فعليه دي كلمه واحده يا مؤمن؟ زرع الحقل يا مؤمن دي كلمه واحده ولا جمله فعليه؟ بس كده امسك فيها، يبقى هي دي الخبر الجمله الفعليه. بس كده يبقى ده خدها خبر جمله فعليه مكون من فعل وفاعل مستتر ومفعول به. تمام. طيب خبر الشبه الجمله، خبر الشبه الجمله. طيب هو خبر الشبه الجمله عباره عن بعد المبتدا جر ومجرور. اقول النظافه مبتدا مرفوع بالضمه، مالها النظافه؟ من الايمان. اول حاجه من الايمان مش كلمه واحده، رقم اثنين مش اسم وكلمة واحدة ولا خلاص ولا فعل، يبقى كده مش مفرد ولا جملة اسمية ولا جملة فعلية، امال دي ايه؟ جر، يبقى شبه جملة جر ومجرور. حسن لو سمحت ما تشخبطش يا حسن، انا بعرف الاسم مباشرة، اللي بيشخبط بعرف اسمه وليه عقاب ان شاء الله تعالى. طيب النظافة مبتدا مرفوع بالضمة، من الايمان خبر شبه جملة جر ومجرور. طب الاسد فين الخبر؟ حضرتك يلا معايا يا حسن بدل ما بتشخبط اشتغل معايا. في الحديقة خبر شبه جملة جر ومجرور. القلم مش سجلي على كل حسن كان بيشخبط على السبورة تمام، او سجلي اسمه لمس سلوى. القلم
مبتدأ مرفوع بالضمة والخبر على الكلمة.